كنطلعهمش بزاف للشمس، كنطلعهم مره فين كنطلعهم للشمس. هنايا دايره ليهم داك الزوان ديالهم اللي كيهادو هنا، واخا كيبانوا عامرين راه هنا ما كاين حتى شي حاجه. هما يا كينقيو ملي كيجيو بحال هكا ياكلوا كينقيو، هنايا راه غير الجلده خاويه. كنكب هادشي نبدلو ليهم، وهادشي راه كنغسلو مره راه ما كبرتش عليكم نقول لكم، دائما راني كنغسلو مره في الشهر. فين كنشد هادو كنطوي ليهم، هادو كنطوي هادشي، وماشي انا اللي كنطويهم صراحه، ما عنديش مع الغساله ديال هادشي الصغيور، كنطويهم راجلي هو اللي كيغسل ليهم هاد المسائل وكيردها، انا غير كنعمر. وعليك يا مولانا صراحه هادشي ما عنديش معاه، ما تيعجبنيش هكذايا نربي الفريخات وداكشي، غير على وديت ولادي كيعجبهم هادشي. راه كانش عندنا غير الفريخات، كان الفريخات وكان الفكرون وكانت المشيشه دايرينها 16. طيب شويه بقيت كنحيد كل حاجه حتى بقاو ليا غير هاد الفريخات، ولكن الفريخات انا اصلا ولفتهم وتيعطيهم نظر في الدار صافي. وهذه كنحيدها من هنا، كنجبدها وكنخوي هاد الشيء داك البزق ديالهم. وهنايا كينقيو، شتو كي قلت لكم كينقيو كيرميو النص، كيرميوه في هذيك والنص كيخليوه. نكبو غير هنايا حيت السطح، نزيدو الشرموله، غير كنخفف وصافي. انا دابا غير كنبارطاجي معكم شنو كاين غادي ندير، شنو درت هذا النهار وصافي. كيف قلت لكم هادو ماشي انا اللي كنطوي، كنحيد غير هادشي حيت ملي كيكون كيبقى عند ليا داك الخش كله كيرجع ليا في الدار. وهنايا راني دايره هاد زعما هاد اللعيبه هادي فين يولدوا، وكيقولوا بانهم كيولدوا في شهر واحد وفي شهر جوج، وانا شفتهم مازال ما بيضوا ليش، ما عرفتش علاش باقي ما بيضوش. صافي هادو فيهم الماء، ما بقاش انا بزاف، غادي نعمرهم بالماء. اللي عنده فكره هكذايا على الفريخات وموالف كيربيهم يقول لي فوقاش اينا شهر كيولدوا، حيتاش نورمالمون خصهم شهر واحد هو هذا راه داز وما ولدوش. وكان قال لي يا حبيبي خصكي هذه تغطيها، خصها تكون مظلمه، هاد اللعيبه هذه فين كيبيضوا خصها تكون مظلمه حيت هما ما كيبغيوش ولادهم يشوفوا. اللي كانت هاد المعلومه بصح قولوها ليا باش
نظلمها وصافي. انا خففت ليهم وسكنين وصافي خليهم يتشمشوا هكذا، كنخليهم يتشمشوا وصافي. حبيباتي انتم كيف ما شفتوا معايا دابا، انا عاد بنت ليك عاد بنت ليكم صراحه. ما بقاتش عندي هكذا يا لقنا شحال هذه ما درتشي، ما درت هكا غوماج ولا درت شي ماسك ولا شي حاجه. كيف قلت لكم راني هاد الايامات هادي كنت عيانه ما شكيت عليكم، وباقي ما لقيتش الفرصه انني نسافر نهبط للرباط باش نشوف شي دونتيست. ولكن الحمد لله ما بقاش الوجع كيف ما كان، خفاف عليا بزاف ما بقاش، ولات غير دوزت لها الماكله عاد كدرني من غير ما كدرنيش. وصافي هادشي اللي كاين. وش غادي نقول لكم، غيبت عليكم بزاف كديري، لاباس عليكم، اموركم هانيه، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في احسن الاحوال. صراحه وحشتكم بزاف بزاف، وسمحوا لي طولت عليكم الغيبه، ولكن شي حاجه اللي هي ما كانتش بيديا، يعني شي كنت عيانه وصافي. داكشي علاش ما درت هكذا حتى فيديو، ما صورت وما كانتش عندي لقنا نصور حتى شي حاجه. وجات مع العطله ومع الوليدات كيكونوا في الدار، صافي تبرزت معاهم وما بقيت صورت حتى شي حاجه. ولكن كنوعدكم ان شاء الله ما غاديش نبقى نطول الغيبه، دائما غادي نحاول نحط اوموان بعدا غير فيديو كل 3 ايام اولا، هذا غيبرزطونا اولا فيديو كل يومين عاد زيد عليها ما نكذبش عليكم. ولات كتحرف ليا شنو كنصور، كيف كتعرفوا تازا مدينه صغيره، وديجا انا درت لكم فيها تور في تازا السفلى وفي تازا العليا، وريتكم فيها المناطق اللي كاينه كامله، وريتكم الشارع وريتكم كل شيء. يعني ما بقاش عندي ما نخرج برا نصور فيها، بحال الا بغيتو نقولوا ساليتها صورتها لكم كامله. الا درت شي حاجه غادي يولي غير في التكرار. اللي كان اللي بقى ليا الحل اللي بقى ليا هو الروتينات. والروتينات كاين اللي كيخليو اللي كيقولوا انتقادات وكيقولوا بلي الروتينات راه ما كنستافدوا منهم حتى شي حاجه. واش كاين شي واحد اللي ما كيعرفش يطوي الحوايج؟ واش كاين شي واحد اللي ما كيعرفش يشطب هكا الصالون؟ واش ما كاينش شي واحد اللي ما كيعرفش يغسل الماعن؟ راه كلشي كيعرف يدير كلشي، ولكن ماشي كلشي كينوض يدير. فهمتوا الميساج شنو هو؟ كلشي كيعرف يدير كلشي، وماشي كلشي كاينوض يدير داكشي. الهدف من الروتينات هو داك الطاقه الايجابيه تصيفط هكا للامهات او للناس اللي جالسين في الدار. او انا وحده منهم، راه شي مرات راه كنكون عكزان وما فيا اللي نوض، وغير كنشد هكا فيديو كنشوف روتين ديال شي وحده كتخمل وكتقاد دارها هكا كتشعل كدير فيا النفس، وكنوض حتى انا نخمل ونصيق وكنشوف فين حاطه هادي وندير حتى انا بحالها، نشوفها كيفاش متوله هادي ومتول بحالها، كيفاش دايره كوزينتها ونقاد حتى انا بحالها. هذا هو الهدف من الروتينات، ماشي الهدف منه هو نوريكم كيفاش كنديروا شغالاتنا، الهدف منه هو نمرروا لكم واحد الطاقه ايجابيه. صافي حبيباتي غادي نحبسها لحد هنايا، وغادي نكمل لكم بواحد لا فيديو كان عندي، غادي نكمل لكم بهاد لا فيديو. كان بقى عندي داك لا فيديو وما بغيتش انني ما نحطوش، غادي نحطو لكم ديال الشهر اللي داز ملي كنت في دارنا. يلا تهلاو ليا فراسكم، وشكرا لكم بزاف، وما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام وتخليوا لي الكومونتير وديروا لي جيم باش يطلعوا لي فيديو. شكرا لكم وتهلاو ليا فراسكم.